السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سمارة ابو جبل وخروجه جديدة على النيل، زي ما احنا شايفين سمارة بتعمل لوك جديد، تسريحة جديدة، غيرت من شعرها تاني، وخروجه على النيل وعشاها. نسيبكم مع سمارة ابو جبل، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو.